بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض بإذن الله دروس سي بلس بلس. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الوايل لوب وبدأنا عرفنا ايه فكرة اللوب عموما. هنتكلم النهاردة عن اللوب بطريقة تانية. هنتكلم عن حاجة اسمها الدو وايل. بس قبل ما نتكلم عن الدو وايل كده، عايزين نقول ان احنا عايزين نعمل برنامج. البرنامج ده لمطعم. البرنامج يفضل شغال طول ما اليوزر ما عملش اكزيت. انا بطلب اوردرات مثلا هقول له لما ادوس واحد معناه ان انا طلبت مثلا تشيكن، لما ادوس اتنين يبقى انا طلبت ميت، لما ادوس تلاتة يبقى انا طلبت سالاد، لما ادوس اربعة خلاص انا خلصت الاوردر بتاعي، انا نهيت الاوردر بتاعي. يبقى انا محتاج ان يبقى في عندي اختيار بيتدخل كذا مرة. يبقى اول حاجة انا محتاج اصلا اعرف الاختيار بتاعي انت تشويس. بعد كده عندي التشويس بتاعي، هقول لليوزر سي اوت واحد معناها تشيكن، بعد كده سلاش ان، اتنين معناها ميت، بعديها سلاش ان، تلاتة معناها سالاد، وادي سلاش ان، أربعة معناها exit. ده الاوت اللي احنا عايزين نخرجه للمستخدم. نجرب كده نعمل run. ادي الاوتبوت اللي احنا عايزينه، طلع زي ما احنا عايزينه اهو. في spaces عشان احنا حاطين space بعد slash n، المفروض نشيلها عشان الشكل يبقى كويس. تمام. طبعا هعمل cn للchoice بتاعي. طيب احنا عايزين التشويس ده يدخل كل شوية، ايه كل شوية يطلب ان هو يدخل. يبقى هقول له وايل التشويس بتاعي نوت ايكوال اربعة. ليه نوت ايكوال اربعة؟ علشان اربعة بالنسبة لي هي اللي هتخرجني من اللوب. اربعة هي خروجي من اللوب، فبالتالي انا محتاج ان هو يدخل كل شوية. طب التشويس بتاعي هنا بكام؟ مفيش قيمة، بزيرو. يبقى هو مش باربعة. طب نفرض ان التشويس دوت واخد قيم من قبل كده او واخد استخدام من قبل كده. لو واخد استخدام من قبل كده وهو باربعة، يعني لو التشويس ده باربعة كده، عمر الوايل لوب ده هيتنفذ؟ عمره ما هيتنفذ. يبقى انا عايز طريقة تخلي اللوب ده يتنفذ اول مره من غير ما اخد الشرط او من غير ما ابص على الشرط. في ناس بتروح عامله ايه، واخده السطرين دول كده كوبي وحاطينهم هنا قبل اللوب، بحيث ان هو يطلب مني مره قبل ما ادخل اللوب. طب انا كده عملت تكرار، امال انا مستفاد ايه من اللوب؟ ما انا مش عايزه اكرر الكود. علشان يحلوا الموضوع ده عملوا الدو وايل اللي احنا كنا بنقول عليها دي. هاخد الوايل دي هحطها بعد الكونتينر بتاعي واحط في اخرها سيمي كولون، وهاجي قبلها هقول دو. معناها ان انا بقول له نفذ السطور دي. فاول مره تنفيذ لللوب الدو دي مش هتبص على الشرط. يعني دلوقتي انت تشويس دي جيالي، هو مش هيبص على الشرط، مش هيبص على الشرط اصلا، هيخش على الدو على طول. سي اوت كذا 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 كذا، سي ان للتشويس. يعني انا دلوقتي لو عملت رن هو طلع لي اهو المنيو ومستني مني التشويس. التشويس ده بتلاتة معناه ان انا خدت سالاد، باتنين، باربعة وقف لي البرنامج. ليه؟ لانه اخر مرة شاف الشرط. يبقى هو بيفضل بيشتغل اول مرة فقط بدون ما يبص على الشرط، بعد كده ما بينفذش غير اللي جوه الشرط. يبقى الدو وايل نفس فكرة الوايل، مع فرق ان اول مرة او اول iteration في اللوب ما بيبصش على الشرط بتاعي. تمام. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله.